والله اني قبل فتره كنت استراحه سلمت وقابلت واحد من الشباب اظن قدهم موظف ايه قدهم موظف اذا والله قدهم موظف صدق وسولف انا وياه وكذا من بيشه وكذا قال تعرف المدرس فلاني الرجال ايه اللي ذكرته الرجال ذا متزوج وقد عنده حول 6 ولا 7 للحين ايوه لا إيه؟ السالفه انا وياه ذكر لي واحد من المدرسين المدرسين ذا اعرفه انا وبعض الحين اجلس انا وياه لما رحت بيشه هاجلس اقابل في الاستراحه خلاص قال يا اخي درسنا واحد الله لا يبي يحمله قلت شو اسمه؟ قال فلان الفلاني عرفته قلت اي عرفته قلت تكفى سامح قال والله ما سامح قال والله غبني غبنا شوف الان قد ابو عيال اي والله قلت تكفى الرجال ترى طيب وكذا ولكن عاد يمكن زعلته ولا كذا ولا صح قال والله ما يبغى يحمله يا رجال اي والله والله انا زعلان زعلان مره ف يعني لمن والله ولاه الله عز وجل على ناس انت يعني خليك اثر زين تبقى لك ذكريات حلوه صح عند الناس ما بيبقى ليش الا ذكر الطيب صح حتى ودك ان شوف والله انك زيد زعلنا من المدرسين وزيد ضربونا يمكن بدون ذنب لكن تعدها تربيه بعض الاحيان بعض الضرب الله يعوض يا ما عليه لا اخطات الوجه ما عليك شوف احنا لا لما عذاب والله في مدرس انه كان يسحبوني بين الماسات يريدي والله اني ما انسى شوف انا قد دعيت عليه بس كان يريد يضغط علي قالوا بيح منك لا الله يبيح منه عشان اقول قد قدام خلق الله الله يبيح منه لكن والله في خاطري شوي بس الله يبيح منه والله هذا ضرب لي ضرب يا رجل انه كان يدفني بين الماسات بس وش مسوي بس انت باقي سعد وش مسوي والله شكلك مجرم باقي سعد وش مسوي والله لا شو لو في خاطري انا اني مضيع والله انا رحت انفض مساحه المساحه عرفتها كان طباشير ايه رحت انفضها ونزل واحد من حق السادس في حارات نعرفه ذاك يمشي يسوق واحد بكف ولا يلتفت نزل له بوجهه كذا ايه نطمني بمخمس بين عيوني وخذ المساحه مني وارجع للمدرس قلت والله خذها فلان انا قلت له ولا ما قلت له وهو يجهز الغيبوبة هذا المطقوق من الجهتين ولي ولا تكفى يا سيولي عنك يبطني ادعي على اللي يبطني لا لا بالمصات حد سعد انت كنت الطالب ذاك الدب اللي كلهم يطقون كل المدرسة يطقونه كل ما قابل واحد حتى اللي كذا تنجفه تنجفه كان في العاده اشكال حقين طيب